طفلة صغيرة استطاعت منافسة أبرز النجمات. اعتزلت السينما بعد أن قدمت أكثر من 10 أفلام، وظلت الطفلة المعجزة الأكثر شهرة في العالم العربي. الممثلة المعتزلة فيروز تقول لزاهي وهبي: لم أستمر لأنني لن أخذ حظي مرتين، ولولا أنور وجدي لم تبرز موهبتي. الطفلة المعجزة فيروز ضيفة خليك بالبيت يحاورها زاهي وهبي مباشرة على الهواء الليلة 9:30 بتوقيت السعودية على شاشة المستقبل انترناشنال. هذا البرد. طفلة صغيرة استطاعت منافسة أبرز النجمات. اعتزلت السينما بعد أن قدمت أكثر من 10 أفلام، وظلت الطفلة المعجزة الأكثر شهرة في العالم العربي. الممثلة المعتزلة فيروز تقول لزاهي وهبي: لم أستمر لأنني لن أخذ حظي مرتين، ولولا أنور وجدي لم تبرز موهبتي. الطفلة المعجزة فيروز ضيفة خليك بالبيت يحاورها زاهي وهبي مباشرة على الهواء الليلة 9:30 بتوقيت السعودية على شاشة المستقبل انترناشنال.